السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع شرح وحل تدريبات كتاب جيم أولى إعدادي 2025 المنهج الجديد. تعالوا يلا نبتدي النهاردة حلنا للدرس التالت والرابع في صفحة 70 واللي بيأكد لي فيه على معاني الكلمات. طبعا مديني كلمة هول يعني صالة، عندنا كلمة ريمبر يعني يتذكر، وأبارتمنت يعني شقة، وفيتش معناها يذهب ليحضر. نمبر 1 بيقول I can't eat where I put my keys، طبعا انا مش قادر ايه اين وضعت المفاتيح، طبعا مش قادر افتكر وافتكر او اتذكر اسمها remember. تاني حبايبي I can't remember، مش قادر افتكر فين انا حطيت المفاتيح. نمبر 2 بيقول teachers usually have the meetings in the big A، طبعا المدرسين بيعملوا الاجتماعات في البيج A، اكيد في البيج هول يعني في الصالة الكبيرة او في الغرفة الكبيرة. تعال نشوف نمبر 3 بيقول I live in a small A with my family، انا عايش في A صغيرة مع اسرتي، اكيد apartment. وابارتمنت حبايبي معناها شقة، تاني ابارتمنت معناها شقة. تعالوا يلا حبايبي نشوف صفحة 71، عندنا كلمة فولس يعني خطأ، وعندنا ات وفيد الماضي بتاع فيد، وباز، وعندنا اباوت. اباوت حبايبي معناها عن، وباز شكل ما قلنا يعني يضغط على زر او جهاز. نمبر 1 بيقول لي could you please ايه ذا انتركوم، تاني could you please ايه ذا انتركوم، قلنا باز ذا انتركوم ده مصطلح كله على بعضه بمعنى يضغط على جهاز الاتصال الداخلي. تعال نشوف نمبر 2 بيقول this movie is based on a true story، A is the opposite of true، طبعا ايه اللي عكس كلمه true، true يعني حقيقي، يبقى كده عكسها false يعني غير حقيقي او مزيف او خطأ. تعال نشوف نمبر 3 بيقول my kids want to know more of the place we are traveling to، ولولادي عايزين يعرفوا اكتر عن المكان اللي هم مسافرين لي. طب يعرفوا عن اسمها يبقى know about، know about معناها يعرف عن. هنشوف نمبر 4 بيقول لي I always eat the chicken when I was on my grandpa's farm، بقول انا كنت دايما بعمل ايه للفراخ لما كنت في مزرعة جدي، يبقى اكيد اطعم، واطعم حبايبي معناها فادوا، خلي بالك ان الكلام ده في زمن الماضي. تعالوا حبايبي يلا نشوف صفحة 72 بيقول لي to get the antonym، قلنا antonym معناها acts of honest، we add the prefix، بنحط البادئة ايه بقى، طبعا honest عكسها dishonest، و dishonest حبايبي معناها غير امين. طب تعالوا نشوف نمبر 2 بيقول لي the synonym of well known، synonym حبايبي بمعنى معنى well known، well known حبايبي بمعنى معروف، معروف دي معناها famous. تعالوا نشوف نمبر 3 بيقول لي to get the noun from the verb inform، عشان نجيب الاسم حبايبي من كلمة inform، inform معناها يخبر، لازم احط لها ation، ation دي بادئة ولا لاحقة؟ هتقولي لا ال ation لاحقة، عشان كده لازم اقول suffix. تعالوا يلا نشوف صفحة 75 بقول لي اكرم likes to ride his a to work، بقول لي اكرم بيحب يركب الاي ليه العمل، اكيد طبعا يركب الدراجة، والدراجة اسمها موتور بايك. تعال نشوف نمبر 2 بقول لي احمد buys online from a website to be safe، عشان يكون في امان، طبعا لازم الويب سايت ده يكون معروف، ومعروف حبايبي اسمه well known. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول my a of birth is on October 11th 2012، طبعا ده تاريخ ميلاد، يبقى اكيد my date of birth. تعال نشوف نمبر 4 بيقول my father has a bank a to save money، طبعا عنده ايه في البنك بيحفظ فيه الفلوس، اكيد bank account، بنك اكاونت معناها حبايبي حساب في البنك. نمبر 5 بيقول لي the art show is in the school A today، بيقول لي ان العرض الفني في المدرسة، في المدرسة ايه اليوم، طبعا in the school hall، قلنا hall حبايبي معناها صالة او بهو كبير. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي my grandpa's car is very old but it is still in good A، بيقول لي ان عربية جده قديمة ولكن لسه في ايه جيدة، هتقول ايه في حالة جيدة، في حالة جيدة اسمها good condition. تعال نشوف نمبر 7 بيقول منال asked the waiter، يعني منال طلبت من الجرسون to hear a cup of coffee، يعني يروح ويجيب لها، يبقى اذا هنلاقي كلمة fetch يذهب ليحضر. تعال نشوف نمبر 8 my mom bought new A for the living room last month، يبقى هي الفكرة هنا for the living room، living room يعني غرفة المعيشة، فأكيد هتشتري لها أساس، والأساس حبايبي اسمه furniture، تاني الأساس اسمه furniture. تعال حبايبي نشوف نمبر 9 بيقول the A rules
for driving or wearing your seatbelt and not using a phone. بقول القواعد ايه للقيادة؟ هي ارتداء حزام الامان واستخدام التليفون. يبقى اكيد دي the rules. هتقول لي ده safety rules. safety rules طبعا and not using وعدم استخدام التليفون. يعني عدم استخدام التليفون. نشوف نمبر 10 بيقول لي my A is famous for its tall buildings. مشهورة بالمباني العالية. يبقى my hometown. hometown حبايبي معناها الموطن بتاعي، مكاني، مسقط رأسي. هنشوف نمبر 11 بيقول my sister updated her A on Facebook. يعني حدثت الملف بتاعها على الفيسبوك. يبقى اكيد الملف اسمه الشخصي بروفايل. هنشوف نمبر 12 we decided to A skiing next weekend. طبعا decide to حبايبي شكل ما قلنا بيجي وراها مصدر الفعل. فاذا هقول we decided to ترى have ولا do ولا make ولا go skiing. قلنا النشاطات اللي بتنتهي ب ing بتاخد الفيرب go. هنشوف نمبر 13 بيقول you should be careful. يعني يجب ان تكون حريص when you A your personal information. لما تعمل ايه في معلوماتك الشخصيه اكيد when you share. وshare معناه يشارك. نمبر 14 بيقول لي it's better A follow. طبعا واخدين it's better to معناها من الافضل يبقى to follow rules ان تتبع القواعد when you buy something online. لما تشتري حاجه على الانترنت. نمبر 15 بيقول لي that is full of green fields and trees مليانة حقول وأشجار. أكيد طبعا ده هيبقى الكونتري سايد وكونتري سايد حبايبي معناها الريف. تعال حبايبي يلا نشوف صفحة 76 بيقول لي it's fun to eat with my family in the summer. We usually go to different parks. بنروح لحدائق مختلفة. بقول لي it's fun من الممتع to eat. أكيد إن أنا أتمشى وأتمشى وأتسكى اسمها hang out أو أصطحب. طب تعال نشوف نمبر 2 بيقول to get electricity from sunlight. عشان نحصل على كهرباء من ضوء الشمس you would use اكيد هستخدم solar panels. solar panels اللي هي الالواح الشمسيه. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي my brother a book from the library because he needs it for his school project. محتاجه لمشروع المدرسه. اكيد هيعمل ايه في الكتاب من المكتبه؟ اكيد طبعا هلاقي كلمه requested. requested معناها طلب. تعال حبايبي نشوف نمبر 4 بيقول we need a guide to help us in this beautiful city. احنا محتاجين مرشد عشان يساعدنا في ايه في هذه المدينه الجميله. اكيد طبعا explore. explore معناها نستكشف المدينه. تعال نشوف نمبر 5 بيقول could you please give me all the A about the trip. طبعا عايز اقول له ممكن تقول لي كل تفاصيل الرحله. فاكيد هقول details. طب تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي my dad asked me to A the phone quickly. طبعا يرد على التليفون اسمها answer the phone. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي my sister always A the birds. يعني اختي بتعمل ايه في الطيور؟ اكيد طبعا feeds. وfeeds معناها تطعم الطيور. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي the teacher A the lesson very well. كويس جدا and we all understood. كلنا فهمنا. يبقى اكيد هو شرح كويس وشرح معناها explained. تعال نشوف نمبر 9 بيقول our A is small but nice. يعني ايه بتاعتنا صغيره بس جميله. we moved to it in 2010. انتقلنا ليها في 2010. يبقى اكيد our apartment. apartment حبايبي معنى شقه. تعال نشوف نمبر 10 بيقول سام A the intercom when he arrived. اكيد طبعا داس على جهاز الاتصال الداخلي اللي هو الجرس يعني. فاكيد هتبقى buzzed. طب تعال نشوف نمبر 11 بيقول لي you should be A and tell the people true things. يعني يجب ان تكون ايه وتقول للناس اشياء حقيقيه. يجب ان تكون honest. honest حبايبي بمعنى امين. نمبر 12 بيقول لي you should meet people you don't know in a place and don't go alone. الناس ما تعرفهاش تقابلها في مكان ايه مش لوحدك. اكيد طبعا في مكان public. وpublic حبايبي بمعنى عام. تعال نشوف نمبر 13 بيقول لي be careful if someone online asks you to give them your A information. خليك حريص لو حد طلب منك انك تدي له معلوماتك الايه؟ كت بيرسونال. وبيرسونال معنى شخصي. تعال نشوف نمبر 14 بيقول I gave my A to my best friend to visit me. اديت ايه لصديقي عشان يزورني. اكيد طبعا اديته العنوان والعنوان حبايبي اسمه address. طب تعال نشوف نمبر 15 بيقول my grandparents يعني اجدادي live A because they can't climb stairs. اكيد طبعا هيعيشوا تحت عشان هم ما يقدروش يتسلقوا السلالم. يبقى اكيد
داون ستيرز، داون ستيرز يعني بالاسفل. تعال نشوف حبايبي يلا صفحه 77. A father asks for his son's help. بيطلب، قلنا الطلب بيبقى can I او may I او could I او can you، خلاص، او could you او will you. فبيقول A father asks for his son's help، بيطلب مساعدة ابنه. فالفادر بيقول له hey son can you help me with something. طبعا بابا لما يطلب مني حاجة لازم يوافق، ما ينفعش ارفض، فاكيد هقول له okay، وهو كذلك no problem، ما فيش مشكلة، sure، بالتأكيد. what do you need؟ قال له will you fetch the newspaper from the living room؟ ممكن تجيب لي والله newspaper، الجرايد، من غرفة المعيشة؟ اكيد طبعا هقول له of course، يعني of course، بالطبع، here it is، اتفضل. فقال له thank you، سأله سؤال قال له yes dad here is a glass of water، يبقى هيطلب منه برضه ان هو يجيب له كوباية مية. يبقى هقول له can you get me، يعني جيب لي او fetch me a glass of water، يعني جيب لي ايه؟ كوباية مية. قال له طبعا اكيد. قال له great and can you turn off the TV while you are there، يعني ممكن تطفي التلفزيون لما انت تكون هناك؟ طبعا اكيد هقول له sure، بالتأكيد، او okay، وهو كذلك. anything else، اي شيء اخر؟ فطلب منه طلب، قال له okay سارة dad wants you to come downstairs. يبقى هقول له ممكن تخلي سارة تنزل، او ممكن تنادي على سارة عشان تنزل. يبقى هقول can you ask سارة، يعني ممكن تطلب من سارة to come، ان هي تيجي downstairs، تيجي بالاسفل، او قول سارة، يعني تدعي سارة. تعالى حبايبي يلا نشوف الاسئله العامه اللي في صفحه 79. بيقول families around the world live in many different ways، بيقول ان الاسر في جميع انحاء العالم بتعيش بطرق مختلفه. in some countries families live in big houses with gardens، يعيشوا في بيوت بحدائق. in other places they live in small apartments، في مكان تانية بيعيشوا في شقق صغيرة. in tall buildings، في مباني عالية. families can be big or small، طبعا الأسر ممكن تكون كبيرة أو صغيرة. some have many children، بعضها عندها أولاد كتير. while others have one or none، يعني بينما أسر أخرى عندها طفل واحد بس أو مفيش خالص. many families eat meals together every day، بياكلوا وجبات مع بعضهم كل يوم. they talk about their day and share stories، بيتكلموا عن اليوم بتاعهم ويشاركوا القصص. in some places grandparents live with their family and they help look after the children، في بعض الأماكن طبعا الأجداد بيعيشوا مع الأسرة وكمان بيساعدوهم إن هم يعتنوا بالأطفال. family traditions، يعني تقاليد الأسرة، are important، مهمة جدا. some families celebrate birthdays with parties، في بعض الأسر بتحتفل بأعياد الميلاد عن طريق الحفلات. while others have special holidays، بينما الآخرين عندهم يعني أعياد أو أجازات مميزة أو مخصوصة. they celebrate together، بيحتفلوا مع بعض. even though، بالرغم من families may live differently، بتعيش بشكل مختلف. they all love and care for each other، يعني كلهم دايما بيحبوا ويعتنوا ببعضهم. family is important in every culture، بقول لي الأسرة مهمة في كل ثقافة. and brings people together، وبتجمع الناس مع بعض. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال الأولاني، بيقولوا what's the main idea of the passage. طبعا هنا حبايبي ممكن أكتب families بس، يعني الأسر، أو families وأكمل أقول live، بتعيش، in different ways، يعني بتعيش بطرق مختلفة. تعال نشوف نمبر 2، بيقول is it good idea that grandparents live with the family in the same house. طبعا اكيد هقول yes، بس لما يقول لي ليه هقول طبعا اللي هو قاله لي فوق، because they help، بيساعدوا، look after children، يعني بيساعدوا في الاعتناء بالاطفال. طيب نمبر 3 بيقول why are family traditions، يعني ليه تقاليد الأسرة important according to the passage. according to حبايبي معناها طبقا لي، يعني طبقا للقطعة. ليه تقاليد الأسرة مهمة؟ طبعا حبايبي ممكن أقول they make
families celebrate together يعني بيخلوهم دايما يحتفلوا مع بعض. وممكن اقول حبايبي اخر حاجة خالص it او they sorry help families to care for each other يعني بتخلي الأسرة تعتني الأسر تعتني ببعضها. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي many families eat together every day. طبعا بيقول لي ان كثير من الأسر ايه مع بعض كل يوم. طبعا كثير من الأسر ياكلوا وجبات يبقى اكيد eat meals. طب تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي the underlined pronoun they refers to. طبعا حبايبي زي شكل ما شفنا في القطعة عايدة على الجراندبيرنتس. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي the word care in the passage means care دي قلنا معناها يعتني بي. طب يعتني بي دي معناه ايه؟ يعني show love. show love يعني يظهر الحب. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال الاختياري بيقول لي a sofa and a chair are types of طبعا بيقول الصوفة الكنبة والأريكة والتشير والكرسي. طبعا ده نوع من انواع الاساس والاساس اسمه furniture. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي students must their school rules. طبعا بيقول الطلبة لازم ايه قواعد المدرسة اكيد طبعا لازم يتبع اسمها follow. تعال نشوف نمبر 3 بيقول my dad wants to open a new bank. بيقول لي بابا عايز يفتح ايه في البنك اكيد طبعا حساب والحساب اسمه account. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي our e has a nice view of the park. يعني ايه بتاعتنا ليها منظر جميل على الحديقة اكيد طبعا apartment. apartment حبايبي بمعنى شقة. نمبر 5 بيقول لي my cousins took a boat to explore the nearby e. بيقول لي خدوا قارب حبايبي عشان يستكشفوا. اكيد طبعا طالما خدوا قارب معناه ان هم نزلوا في الميه فاكيد هيستكشفوا ايه حبايبي الجزيره والجزيره اسمها ايلاند. نمبر 6 بيقول لي can you help cleaning up after dinner. طبعا يساعد اسمها help with طالما جايب لي verb plus ing فهجيب with اما لو كان جايب لي مصدر كنت جبت تو حبايبي. طب تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي always be a and say thank you when someone helps you. يعني دايما خليك ايه وقول شكرا لما حد يساعدك اكيد طبعا polite. polite بمعنى مؤدب. نمبر 8 بيقول لي ايه you carry this heavy bag for me please. طبعا ده طلب والطلب حبايبي هيبدا ب can. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي will you aid me how to read english dad. يبقى ممكن تعلمني. عارفين ان اي فعل ناقص حبايبي بيجي ورا مصدر يبقى لازم اجيب teach. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي تاليا sings so beautifully. بنت تاليا بتغني بشكل جميل. A voice is strong and sweet. طبعا انا عايز هنا صفة الملكية مين؟ من تاليا. الصوت ده بتاع مين؟ بتاع تاليا. يبقى لازم اقول her. طب تعال نشوف نمبر 1 بيقول لي علي and ليلى won't be able to come a our car is in the garage. بيقول لي علي وليلى won't be able to come يعني مش هيقدروا يجوا. لو سألت ليه مش هيقدروا يجوا تقولي لان عربيتهم هم في الجراج. طب العربية بتاعتهم ما يبقى their car. تاني حبايبي العربية بتاعتهم ما يبقى their car. هنا الاسم الجمع صفة الملكية منه their. طب نمبر 2 بقولي sorry I can help you right now. طالما تأسف يبقى انا مش هقدر اساعدك دلوقتي يبقى can't. هنشوف نمبر 3 بقولي who car is that. طبعا بسأل عن الملكية حبايبي بكلمة whose. هنشوف نمبر 4 بقولي can you read or writing English. طبعا هنا حبايبي طالما في كان يبقى كده كده الفعلين في المصدر يبقى لازم اقول write. يبقى can you read or write English. تعالوا يلا حبايبي نشوف ال challenging questions الاسئله بتاعه التحدي. بيقول لي I help I can help you. طبعا ده سؤال وده طلب فهقول كان الفعل المساعد حبايبي هو اللي يجي الاول فكان I help you. نمبر 2 بيقول لي I took someone's book. انا خدت كتاب شخص ما. It's her book. طبعا حبايبي قلنا الضمائر الغير معرفة كلها تعمل معاملة المفرد من يمة الفعل ولكن لما عوض عنها عوض عنها الضمير جمع. يبقى اذا هنا ما ينفعش اقول it's her book لازم اقول it's their book. تاني it's their book. طيب نمبر 3 بقول my sister goes to a nearby girl school. طبعا بتروح مدرسة بنات. طب البنات دي معناها girls ده اسم جمع وبينتهي باس يبقى احط apostrophe فقط تبقى girls school. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe.
and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولما كنتش متابعنا من الاول ادخل على صندوق الوصف هتلاقي الحلقات كلها من اول ما بدأنا لغاية ما احنا واقفين. شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد. جود باي, السلام عليكم.